حبيبي انا ماجد. ايه استنى شويه خليني اقول رايي. لا 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 خليني اكمل دوري هذا لو سمحت الثاني. لو سمحت تفضل خلينا نكمل. انا اولا رساله الخبير الكبير من الفيفا انا اول شيء طالب اعتذر للاهلاويين طبعا لانه كره القدم اذا تكلموا ابناء الملعب في كره القدم الصحفي يسمع. أنا وش أسوي من 30 سنة؟ أسمعني. أنا من 30 سنة أسمعني الصحفي يسمع ويكتب الأمور اللي يقولوها أولاد الملعب. فأنت للأسف أمس تدخلت وصرت ولد الملعب ونسيت الأمور الصحفية. فأتمنى إنه هذه تركز عليها. تضحك لي ايش تضحك؟ أنا بتكلم أنت صحفي مميز 10 على 10 وأنا الناس المعجبين في صحافتك وبنقلك وفي متابعتك وتواجدك وبتجيب الحصريات وهذا شيء مهنة أنت جدير فيها. إنما لما أمس تكلمت في الملعب وأنا كنت أقول لك أنا ما كنت أنت خشيت في تحدي ولا ما تحديت. أنا بقول لك كرة القدم في الملعب تختلف عن الورق اللي أمامك. الورق قد تكون أنت أحسن شيء لكن ما تفوز وقد تكون سيء وتفوز. هذه كرة القدم. جميل يا طيب تفضل. شوف أنا بتحدث عن الجانب اللي تحدث فيه أبو ركان أخيرا وبعدين بدخل على المباراة بشكل سريع. أول شيء بالنسبة للأهلي والأهلاويين ككل على مستوى المدرج على مستوى الرؤساء على مستوى إلا بعض الرؤساء معلش بستثني هنا على مستوى الإعلام على مستوى كل شيء لهم مني كل التقدير والاحترام والحب. وأنا يا عبد الله من هذه الطاولة في عشرات المرات من أكثر الناس ألم وحسرة على هبوط الأهلي إلى الدوري الدرجة الأولى وكنت من أشد الفرحين وأشد المعجبين وأشد المعجبين في النادي الأهلي. أنا قريت معطيات قدامي المعطيات تقول الاتحاد مستقر فنياً نونو سانتو مدربهم وجايب معهم الدوري الاتحاد بطل الدوري الاتحاد صار عنده انتعاشه بانضمام واحد زي لاعب عالمي زي كريم بنزيما زي كانتي وغيرهم وغيرهم المعطيات هذه. الاهلي في المقابل حتى وان كان في رياض محرز وفي كيسيه وفي مندي وفيه وفيه لكن استل ما بين لاعبين محليين ولاعبين اجانب استل فريق جديد. وشفنا الاهلي في الجولات الماضيه يعني حبة فوق وحبة تحت بناء على معطيات موجودة داخل الملعب اللي يقول بركان احنا لاعبين داخل الملعب بناء على معطيات موجودة داخل الملعب للجولات الماضية وتحديدا في خط الظهر وحتى الحراسة اللي شفته. انا قريت هذه القراءة واعتذر للاهلاويين ولكم كل الحب ولكم كل التقدير. حبيت الاهلي من خلال العم الكبير واحد من رموز الرياضة أحمد عيد. حبيت الأهلي من خلال طارق كيال اللي بعد الله سبحانه وتعالى له أفضال كثيرة علي من خلال وجودي في الميدان. اصبر يا ابن الحلال اصبر قاعد أمدح فيك انبسط قاعد أمدح فيك. ما أحب المدح أنا. ما تحب المدح طيب. لا بس أنا أبغى أقول لك شيء. أعطونا على تحدي. كل الكلام اللي تقوله هذا ممتاز لكن تقول أتحدى خلاص يا اخي تتحدى عليه مشيها. عموما اعتذر للاهلاويين بشده واعتذر للمباراه. وش اللي تغير اليوم؟ المباراه باختصار شديد الاهلي رائع والاتحاد ضايع. اليوم الديربي او الاهلي اعاد لنا شيء من الاهلي من خلال هذا الديربي. شاهدنا كل شيء جميل في ارض الملعب. يعني محرز ما يحتاج الى انه ماجد يشهد له مثل ما انه كريستيانو ولا بنزيما ولا غيرهم، اوكي؟ لكن مندي تشيلسي رجع لنا جزء من شخصيته، جزء من ثباته، يصد باليد، يصد بالقدم، كذا، كيسيه زي ما قال بركان، شيء من الاخر. بس هنا الحين بالنسبه للاهلي ادى جمال كره القدم ومدربه تعلم من اخطائه في مباراه النصر تحديدا. ونظم الدفاع وبالتالي عرف انه يكسب المباراه مستوى ونتيجه. الاتحاد انا عندي سؤال بس لمدرب الاتحاد نونو سانتو. ابغى اعرف حمد الله اليوم موقعه في الملعب وشو؟ موقعه من الاعراب في الملعب كلاعب من ضمن ال 11 وش جالس يسوي؟ الاتحاد علامه استفهام كبيره على مستوى كل الخطوط. واحد بس
واحد بس اللي حسسنا انه يبغى يلعب حماسي يؤدي ياخذ الكره ويشكل خطوره، كانتي. الباقين ولا شيء. لذلك نقول مبروك للاهلي، واقول للاهلاويين ترى عودتكم للفوز في الديربي وعودتكم للمنافسه على الالقاب شيء يسعدني انا ماجد تويجي، وشيء يفرحني جدا جدا جدا، ولا لا يا اهلاوي؟ ما في شك. الله عليك. وانا اعرف قلبك واعرف انك تحب الاهلي، لكن انا كل هذا في جواب كلمه التحدي هي اللي خلاص بتحداك المباراه الجايه. طيب.